مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في يوم جديد من أسوان المدينة الساحرة. نتابع تغطيتنا الخاصة لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، وبنواصل حواراتنا مع أبطال هذا المهرجان ومع ضيوفه. اسمحوا لي أرحب بضيفتنا العزيزة، مخرجة وكاتبة وممثلة من المغرب الشقيق، الأستاذة سناء عكرود. اهلا بحضرتك يا استاذه سناء. اهلا بيك وشكرا على الاستضافه. أهلا شكرا بكم. طيب استاذه سناء، طبعا يعني قبل ما نتكلم عن الفيلم اللي قدمتيه في هذا المهرجان وحظي باهتمام كبير، خلينا نتكلم عن مسيرتك الاول الفنيه علشان يعرفك الجمهور المصري اللي عرفك من خلال دورك في فيلم احكي يا شهرزاد، كان 2008 على ما اعتقد، من حوالي 10 سنين او اكثر شويه. فخلينا نبدا، من هي سناء؟ أنا خريجة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، شعبة تشخيص. يعني تشخيص يعني تمثيل. شنو عفوا؟ تشخيص يعني تمثيل. تشخيص يعني تمثيل. تشخيص يعني تمثيل. ولكن بدأت مسيرتي المهنية كمحترفة وأنا بعد طالبة في المعهد العالي. يعني هذا الأمر سهل لي وفرش لي نوعا ما لمزاولة والخروج للميدان الاحترافي. كان أسهل بالتأكيد. قمت بأدوار تلفزيونية، قمت بأعمال مسرحية في البداية وبعدها أدوار، بعدها أعمال تلفزيونية، و يعني نجحت نجاح كبير، تتحدث خصوصا عن التراث المغربي، حكايات زمان يعني، فلاقت نجاح كبير لدى الصغير والكبير، وبعدها أفلام سينمائية الحمد لله. يعني قطفت من كل بستان زهرة. أيوة، من كل بستان زهرة. وكنت محظوظة لأني ركمت تجربة متواضعة سمحت لي بأن أكتب سيناريوهاتي الخاصة، بأن أفكر بالاتجاه للإخراج أيضا. الحمد لله يعني أنا محظوظة. جميل جدا. ولكن يعني لو عدنا إلى الوراء قبل أن يعني تنتشري وقبل أن تصبحي فنانة مشهورة في المغرب، أنت من جنوب المغرب، وجنوب المغرب كما أعلم هو يعني محافظ زي الصعيد عندنا. يعني كيف كانت الأسرة تنظر إلى عملك الفني أو على رغبتك في العمل الفني؟ هي جميع الأسر تقريبا، ليس فقط في جنوب المغرب. أنا من تارودانت، من منطقة سوس، يعني هي منطقة أمازيغية. فأستطيع القول بأن في أغلب مناطق المغرب هناك تحفظ من مهنة، من امتهان مهنة التمثيل أو مهنة الفن بصفة عامة، يعني بحكم أنها غير موثوق فيها، مجال غير موثوق فيها، غير مقنن، لا تستطيع أن تحقق منه استقلال مادي. فكان تخوف فقط العائلة من هذا الجانب فقط. أما من حسن الحظ لدي والدان يعني شجعوني منذ الصغر على القراءة، على ولو أنهم كان لديهم تحفظ، إلا أنهم كانوا يحترمون رغبتي. لأني أنا درست بعد ما انتهيت من، حصلت على البكالوريا، درست سنتين قانون فقط. لماذا درست سنتين قانون؟ لأن أبواب المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي كانت مقفلة لإعادة الهيكلة. بمجرد ما فتحت الأبواب تركت القانون. تركت القانون وذهبت إلى وذهب. فكان الأمر يعني صادم ومفاجئ بالنسبة للعائلة ومقلق. ولكن بمجرد ما بدأت تظهر بوادر النجاح والتألق، وبأنني سعيدة وبأنني حققت خطوات ملموسة، فغيرت رؤية وفكرة العائلة أيضا لهذه المهنة، وأصبحت مورد مالي جيد بالنسبة لي، وأيضا مصدر فخر للعائلة أيضا. جميل ولعائلة جداً. العائلة. جميل جدا، جميل، ممتاز. وللمدينة وللمغرب طبعا. يعني أكيد مزيان. أكيد. طيب الحمد لله. هنتكلم يعني شوية عن الوضع، وضع السينما ووضع الفن عموما في المغرب، لكن خلينا نتكلم
تتوقف عند بعض أعمالك، لا سيما العمل اللي عرض هنا في المهرجان، مهرجان أسوان الإطار الفارغ. لمن لم يعني يكن لديه الحظ بمشاهدة هذا العمل، كيف يمكن أن نصفه في جمل قليلة؟ هو عمل مختلف، حاولت على قدر الإمكان أن أكون متكتمة ولا أستعرض على المستوى على الجانب التقني، إلا أني حاولت أن أقدم شخصية فاطم بطريقة مختلفة، بطريقة حقيقية. هي تمثل فاطم، تمثل ليس فقط المرأة المغربية، فاطم موجودة في كل مكان تقريبا، موجودة هنا في أسوان، موجودة في مصر، موجودة في كل مكان تقريبا. لماذا فاطم وليس فاطمة؟ فاطم لأن هي اسم أمازيغي يقولوا فاطم، وكين فاطمة أيضا، بس فاطم أيضا اسم جدتي فاطم. وهذه الشخصية هي أنا صادفتها في حياتي عندما كنت أقوم بتصوير أفلامي، أعمالي السابقة، لأني أصور في الجبال والمناطق النائية. يعني هذه الشخصية ليست غريبة عني، هذه الشخصية التي تعيش على هامش الحياة، التي تخاف، التي لا تستوعب حقها في الحق وحقها في المطالبة بالحق. أيضا شخصية تخاف من النسيان، من أن تنسى، فتجدها تقوم بكل شيء، بكل شيء، الأنشطة كلها، يعني تربي وترعى الماشية وتزرع وتحصد، مقابل عمل الرجل الذي يبدو عليه يغلب عليه نوعا ما الكسل، ويغلب عليه نوعا ما ماتشيزم، يعني الذكوري، فيجد أن المرأة تقوم بكل شيء، تقوم بكل شيء، وهذا وضع بالنسبة لي مريح. ولكن هذا النموذج سواء كانت فاطمة أو الرجل الذي تتحدثين عنه، هل هو يعني القاعدة في هذه المناطق أم هو استثناء؟ لا 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 لا، ليس استثناء، هو موجود. حتى فاطمة لا توجد فقط في المناطق النائية، بل توجد في، نجد بعضها في أو القصة الأكبر منها في المرأة العاملة في المدن. المرأة التي تقوم بكل شيء، تعمل وعندما تعود من العمل عليها أن تطبخ، عليها أن تربي، تدرس مع الأولاد، عليها أن تقوم بدور الزوجة، عليها أن تقوم بدور الحبيبة، وكأنها تدفع ثمن تلك الحرية، أنها خرجت واستقلت بعملها. يعني هذه موجود هذا النمط. جميل جدا. يعني ما هو الخط الدرامي لشخصية فاطم في فيلمك؟ فاطم هي شخصية تقوم، هي امرأة لا تقرأ ولا تكتب، هي امرأة بسيطة جدا بأحلام بسيطة، حامل في شهرها السادس، تقوم برحلة من قريتها النائية لجلب نظارات شيخ القبيلة التي كسرت، بحكم أنه هو الوحيد القارئ، هو الوحيد الذي يقرأ ويكتب، وهو الذي يقرأ لهم الرسائل التي تأتيهم من أبنائهم النازحين إلى المدن، هو وصل، صلة الوصل من المدينة إلى القرية. إلا أنه يحدث أن هذا الشيخ تعتل صحته وتكسر نظارته، فلا يستطيع أن يقرأ، وكأن الهاتف أو صلة الوصل أو النت أو أي وسيلة من الوصل انقطع، أو الكهرباء انقطع، وهي تعيش على حلم أن تصلها رسالة من زوجها الذي سافر للبحث عن عمل لكي يخبرها ويعلمها بالالتحاق به. فعندما كسرت نظارة شيخ القبيلة انطفأ الأمل، انطفأ الضوء البصيص الأمل، فكان يجب أن يجدوا أحدا يتطوع لإحضار النظارة، لم يتطوع أحد، فتطوعت هي. لماذا؟ لأنها خائفة من أن تنسى. هي بالمناسبة ليس فعل شجاع، هو فعل نابع من خوف شديد وفزع، لأنه تحرش بها البقال، تعيش في وحدة في ظلام، هي حامل ولديها ابنة صغيرة، لا حول لها ولا قوة ولا معيل، فكان بالنسبة لها هذه الرحلة هي البصيص الأمل، ولو أنها لا تعرف أين هي، إلى أين هي ذاهبة، ولو أنها لا تعرف شيئا عن الحضارة، إلا أن رغم ذلك تطوعت وذهبت للبحث لجلب النظارات. طيب يعني هذا الفيلم وقصته، هل هي يعني التيمة أو الموضوع المفضل لدى صناعة كرود؟ عن قضايا المرأة وأوضاع المرأة. لا لا، هو خيالي، خيال امرأة.
وردود أفعالي. كما تعرف هو أي تجربة فنية كيفما كانت، سينمائية كانت أو مسرحية أو هي تجربة بالدرجة الأولى، هي تجربة إنسانية نابعة من التراكمات، من الرصيد الفكري والمرئي، من التربية أيضا، من ما راكمته من خلال من كوني امرأة وردود أفعالي تجاه ما يحدث. يعني شئنا ما بين كوني امرأة وخيالي كامرأة ينعكس في كتاباتي، مراجعي أيضا كامرأة سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى السيكولوجي، يعني نجده بشكل كبير في تناول المواضيع. أيضا بحكم أنني ممثلة، فلأنني عندما أكتب فلكي أجسد هذا الدور، أو عادة لأن يا إما الفكرة تغريني أو الكاركتر الشخصية تغريني، لأن في بعض الأحيان قد يبدأ بوادر عمل ما يبدأ من صورة، يبدأ من عنوان، يبدأ من وأنا مثلا أتسكع في السوق فتصادفني حالة وأنا جالسة في أتفرج على الأخبار. يعني هناك أفكار تأتي هكذا وتلمسك بشكل ما فتقرر أنك أن تتكلم عنها. طيب عفوا، يعني هل هذا يعكس عدم ثقة في من يكتب عن قضايا المرأة من الرجال؟ لا 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 نهائيا، فقط لم أجد من يكتب لي، من يشبع رغبتي ويتحدث عن أشياء لا أعرف، وإنما لم أجد من يعتني بي أولا كممثلة، من يعتني بي كسيناريست يفهمني ويملأني بفكرة ما وبتناول ما في الكتابة، فأعجب باقتراحي وأقوم بأداء. فقط للإشارة، أنا من المريح لي أن أكون كممثلة، أن أبقى ممثلة، وأن يمنحوا لي وأن يقترحوا علي مواضيع وسيناريوهات، وأجد مخرج متمكن يستطيع أن يغيرني ونقدم عمل مختلف ومتميز. إلا أني لأنني أحسست نوعا ما يعني بلا فريستراسيون، يعني أحسست بأنني ستريس بالضغط وكبت من هذه الناحية، يعني لم أجد من لم أجد شخصيات ولم تعرض علي شخصيات تملأني، فلذلك قررت، وخصوصا أنني أقرأ كثيرا وأشاهد أفلام كثيرة، قررت أن أكتب ما أريد وأن أعتني بنفسي وأن أدلل نفسي كما أريد وأن أمارس هذه المهنة بالشغف وبالمستوى الذي أريد. جميل جدا. طيب. وكاين في عندنا مثل مغربي يقول ما يحك ظهرك غير ظفرك. بالضبط، احنا ما يحك جلدك غير ظهرك. ايوه. طيب جميل جدا. نعود الى فاطمة. ايوه، راحت تجيب الاطار بتاع النظارات. لا تحكيش الفيلم كله. لا مش هنحكي يعني. لا مش هنحكي، ولكن يعني هل هناك ضوء في نهاية النفق في هذا الفيلم؟ هذا هو العبثي في الأمر والمخيف في الأمر، هو أن هناك ضجة وهناك ثورة وهناك رأي عام اهتز لوضع المرأة، إلا أن في نهاية المطاف نجد الأمر وكأنه كرة ثلج تتدحرج وتتضخم، إلا أنها هشة. الأشياء لا تتغير ما دمنا لم نستثمر في الأساس. الأساس ما هو؟ هو ضروريات الحياة، هو التعليم، هو الصحة، هو البنيات التحتية، هو طريق معبد لتسهيل الحياة لهؤلاء الناس الذين يعيشون على هامش الواقع، هو التعريف بالحقوق، هو توفير أسس ومناخ تربوي يسمح لهؤلاء الناس باستيعاب حقوقهم وواجباتهم، وبعدم الخوف أو الشعور بالخوف عند المطالبة بهذه الواجبات وبهذه الحقوق. فأنا أقول أن الإطار ربما هو إطار نظارات ذهبت وسافرت هذه المرأة لملئه، إلا أن نتحدث عن إطار فارغ أضخم وأثقل وأصعب وأكثر وأكثر أهمية، وهو إطار تربوي يجب الاستثمار في ملئه. هذا هو المقصود. ممتاز جدا، وهو ما يجعلنا نفهم أن ما جرى
ويجري لفاطم في منطقة نائية في المغرب، ممكن أن يجري في لفاطم أخرى ولا فاطمة أخرى في مصر وفي الجزائر وفي تونس وفي القاهرة، نعم، في كل المناطق، في نعم، تونس، في آسيا، حتى في كندا، في كندا حيث أعيش يبدو لك الأمر جميل ومنمق، وكل والناس تعيش في انسجام، والواجبات والحقوق كلها واضحة، لا، لأن هناك نساء تعشن على الهامش، نساء ورجال يعيشون على هامش الحياة، لا يستوعبون حقهم ويخافون من المطالبة بالحق. تقولين أنك أنت بتعيشي في كندا، يعني إزاي بتوازني ما بين معيشتك في كندا وعملك في المغرب في السينما؟ كيف أوازي؟ من حسن الحظ أن مهنتنا كمبدع وتخلق المادة الفنية أينما ذهبت، كالكاتب تماما، أنا يعني تكتب أينما كنت طبعا، ولكن التصوير وتنفيذ هذا التصوير أصور في المغرب بحكم أن القصة والشخصيات مغربية، ولأن أيضا مراجعي مغربية وثقافتي مغربية فتريحني أكثر. لحد الآن أنا بصدد الكتابة لسيناريو بثقافة كندية، يعني سيتم التصوير في كندا، يعني من حسن الحظ أن أملك هذه المرونة وأملك نعمة أحمد الله عليها وأشكره، وهي أنني كنت أقرأ كثيرا منذ زمن بعيد، فتكون لدي رصيد سمح لي بأن أكتب، وزيته مع الرصيد المرئي مع الكم المشاهدات التي شاهدتها، فسمح لي بأن أكتب سيناريوهات، بأن أترجم أفكار إلى صور وأن أخرجها بعد ذلك. ممتاز جدا، فنانة شاملة يعني. يعني ما زال فنانة شاملة. طيب مشاركتك في مهرجان أسوان طبعا هي الدورة الثالثة، هل هي المرة الأولى التي تشارك فيها؟ أول مرة نشارك في مهرجان أسوان، وأول مرة أكتشف وآتي إلى مدينة أسوان أكتشف هذه الطبيعة المتفردة الرائعة المختلفة، وأيضا ناس مريحون دافئون وتلقائيون طبيعيون. إيه اللي عجبك في أسوان؟ فكرني أول ما دخلت من المطار، فكرني بطبيعة تارودانت، الجو دافئ ونفس تقريبا نفس الألوان تارودانت، المكان اللي ولدت فيه ونشأت فيه في جنوب المغرب، وأيضا الأكل والزي الأسواني، وغدا من المقرر أن أكتشف المعابد، وطفت في المركب. من أروع مكان، شفت الغروب وشربت القهوة اللي يسموها يعملوها في جرة هي، ويعملوها معها سكنجبير وزن جبير عندنا، رائعة، بالعطور، احنا نسموها قهوة بالعطور، هي قهوة بالتوابل، بالقرفة، بالقرفة وبالقرفة وبالزنجبيل، بالهيل، زوينة، بنينة بنينة يا الديدة، بنينة يعني الديدة لذيذة، لذيذة صحيح بالمغربي. طيب بمناسبة يعني كلامك عن أسوان، أنت زرتي مصر أكثر من مرة أعتقد، وشاركتي في أحد الأفلام السينمائية اللي أثارت ضجة، أثارت مشاركتك فيها ضجة بسبب أحد المشاهد التي وصفت بالساخنة في هذا الفيلم، احكي يا شهرزاد، كيف تقيمي هذه التجربة؟ أولا أتفادى كلمة ساخنة، لأن ليس لدينا مقياس للحرارة يا عمرو، نحن نقوم بتقديم مادة فنية درجة حرارتها تقيم حسب الموضوع، حسب جرأة الموضوع والتناول أيضا والطرح. احكي يا شهرزاد هي قصة أربع نساء، أربع قصص تتحدث عن الازدواجية التي تعاني منها المرأة في المجتمع، ليس فقط المصري وإنما المجتمع العربي، هذا النفاق الاجتماعي، كيف يصبح المطالبة بحق، بأبسط حق، حق إنساني، يصبح كابوس ويصبح شيء يحيل ويحول حياتها إلى 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 إلى, 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 إلى واقع بشع. هذا هو المغزى، هذا هو المراد. أما وسيلة الطرح، أنا أقول أن الإخراج هو فن الوسيلة،
يسري نصر الله لديه وسائله الخاصة تماما كما كان لوحيد حامد طريقته في الكتابة وفي تناول هذه الشخصيات. يسري نصر الله رأى بأن علينا بأن هذه المشاهد ضرورية في شرح العلاقة وتقييم أيضا رد الفعل لدى هذه المرأة، لماذا وصلت إلى ثورة، لماذا وصلت إلى ما وصلت إليه تجاه هذا الرجل. أنا أحترم اختيار وإخراج يسري نصر الله، وكنت سعيدة جدا بأن أشتغل معه. بالنسبة لي كانت تجربة إنسانية، وعلى المستوى الاحترافي كانت من أروع ما يكون. شاركت محمود حميدة، الفنان محمود حميدة، بالنسبة لي رأيت أفلامه وأنا صغيرة، فإذا بي أقف أمامه وأشاركه الحوار وكأنني ند، فتعلمت منه، تعلمت منه التواضع، تعلمت منه الإنصات، فكان هناك أخذ ورد، وبالنسبة لي أضافت لي هذه التجربة أشياء كثيرة. وأيضا تعرفت على منى زكي، شاركتها الأداء، محمد رمضان، رحاب الجمل، سوسن بدر، يعني أحس أن ممثلون رائعون، مجموعة من الفنانين، وأيضا يسري نصر الله. حلمي أن أشتغل مع يسري نصر الله، فتحقق الحلم ولا أندم على هذه التجربة. هل تلقت نقد عادل؟ النقد عادة يكون يا إما نقد بناء، يا إما نقد لا يحترم ميكانيزمات وآليات النقد، هذه معروف بها. أيضا عندما نقدم مادة فنية، فيلم، فنحن نقدمه لجميع الفئات، لسنا مسؤولين عن الشرح. إحنا قدمنا مادة والمشاهد حر في استهلاكها او عدم استهلاكها. يعني عفوا اقاطعك، يعني يعني هذا المشهد الذي نحن نتحدث عنه والذي انا سالت عنه، اذا ما تم استبعاده هل سيهدم البناء الدرامي للفيلم؟ هنا نعود للتحدث عن الوسيله. بالنسبه لأن اللوفغ، لأن العمل الفني هو ملك ليسري نصر الله، لذلك نحترم رؤيته. وجد أنه مهم، وجد أن هذا المشهد مهم في 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 حكي في 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 التركيبة الدرامية. وأنت رأيك الشخصي؟ أنا لدي وسائل الخاصة، لذلك اخترت أن أكتب وأخرج أفلامي بطريقتي الخاصة، إلا أني أحترم وأقدس، لأن من أخلاقيات العمل الفني، من أخلاقيات الممارسة الفنية هو احترام الملكية والرؤية الفنية. لو عاد الزمن إلى الوراء كنت ستختاري المشاركة في هذا الدور؟ لو عرض علي العمل، هل كنت سأختار العمل بدون المشهد، بدون المشاهد؟ ليه طيب؟ لأنني ركمت رصيد ورؤية مستقلة تسمح لي، وثقة تسمح لي بأن أجادل، تسمح لي بأن أشرح وجهة نظري، بأن أرى أشياء لم أكن أراها منذ 10 سنوات. هو فقط مسألة نضج ومسألة ثقافة أيضا، ليست مسألة أخلاقية، لا، لأن الأمر لا يلمس بأي شكل من الأشكال الأخلاقي. هو رؤية فنية لمخرج، أنا أحترمه كثيرا وسعدت وتشرفت بأن اشتغلت معه، وإلا أني بسنة الحالية أستطيع وسائلي مختلفة أكيد. نعم طيب، يعني هي كانت المرة الوحيدة التي تشارك فيها في أفلام مصرية، هل تفكرين في إعادة الكرة؟ إذا اقترح علي عمل يوازي ويعادل فيلم احكي يا شهرزاد قوة وعمقا سأقبل، ولكن أنا الآن في مرحلة أحمل فيها مشاريع، أنا صاحبة مشروع، يعني أقترح أفكار، أقترح مشاريع، يا إما وأحاول أن أقنع منتجين بها، يا إما تحقق، يا إما تنجز، يا إما لا تنجز. لذلك بالتأكيد أبقى كممثلة، سأسعد وسأتشرف أكيد بأن أتلقى عروض، ولكن عروض تحترم أيضا رغبتي وشغفي واحترامي لهذه المهنة. كيف؟ يعني بحيث ألا يكون الهاجس هو الانتشار، هو الشهرة. اكتفيت من الشهرة، أريد أن أمارس هذه المهنة
بطريقة يعني فيها تروي وفيها ما اعرفش كيف نقول لك بالمغربي قولي يعني تحتكم لشروط احترافية وبشروط جودة عالية جدا. تأخذي وقتك فيها؟ اي اخذ وقتي وتكون في المقدار الفارغ يعني. انا سمعت انك اشتغلتي فيه 6 سنوات. كتبت منذ 5 سنوات كتبت مع ما حدث في الربيع العربي والثورات وكل ذلك الزخم السياسي والتغيرات السياسية التي كانت تحدث كان يشهدها المجتمع العربي. فكان جاءت الفكرة من هنا وطريقة تناول حاولنا على قدر الإمكان أن يكون مختلفا بحيث لا ننظر ولا نعلم ولا نخطب وإنما نقدم بطريقة متكتمة بطريقة نحاول أن نتفادى فيها على قدر الإمكان الاستعراض. فكانت مسودات كتابة أولى كتابة ثانية وتم للأسف رفض منح الدعم من المركز السينمائي المغربي إلا أني لم أتوقف بل أنتجت الفيلم بمعية زوجي ومعية منتج ثالث. أنتجنا الفيلم وقدمناه لأني لم أكن أرضى ولم أكن أقبل بأن أركنه على الرف. حرام فاطم كانت تؤرقني وأحلم بها وجاءتني في الكوابيس زي ما كانت بتؤرقك بطلات فيلمك السابق الفصول الخمسة 3 شقيقات مجدولين وفاطمة وسكينة. هادو أسماء الحقيقية للممثلات للممثلات خدوا بالمناسبة هو تم تتويجهم بالجائزة الكبرى وبجائزة أحسن أداء نسائي مناصفة بينهم 3. في أي مهرجان؟ بعدها في مهرجان مكناس للتلفزيون للدراما. ولكن بعدها كان عرس الديب. عرس الديب أيضا حصلت فيه على جائزة الإخراج وجائزة الأداء النسائي. ولكن الفيلم الطويل هو خنفي استرماد هو فيلم تجاري كوميدي عن قصة تراثية يعني مختلف تماما عن إطار فارغ. إطار فارغ في خانة مختلفة تماما ولكن إطار فارغ والفصول الخمسة أي قضايا المرأة. الفصول الخمسة هو أول عمل. هناك عرس الديب أيضا هناك خنفستر ماض هذه كلها أعمال وأفلام قصيرة أيضا أعطني الناية وغني والطريق المسدود و 26 ساعة يعني هذه كلها أعمال كلها كانت تؤرقني بشكل أو بآخر يعني كلها كانت طيب اللغة اللهجة يعني من شاهد فيلمك الإطار الفارغ لاحظ أنه في بعض الحوارات وبعض المقاطع باللغة الأمازيغية وبدون يعني ترجمة ولا سيترجم فيما هناك بعد هناك ترجمة بالإنجليزية لأن طلب مني أن أقدم بالإنجليزية. أيضا في عندما تقدم النسخة للمغرب سيكون باللغة العربية, وبالفرنسية. فأكيد أنا بالنسبة لي أيضا أنا أمازيغي ولكن لا أتحدث الأمازيغية يعني حفظت الجمل 20 دقيقة الأولى هي بالأمازيغية بحكم أن فاطم من منطقة نائية أمازيغية وبعدها تنزح إلى المدينة يتكلمون بالعربية. العربية نوعا ما الدارجة المغربية هي بإيقاع متسارع فيتعذر فهمها إلا أن الترجمة بالإنجليزية أيضا لاحظت وأتتني ملاحظات بأنها كانت سريعة وبأنه لم يكن مسموح لهم أنهم يعني يترجموا بطريقة يفهموا. لأنه طبعا اللهجة المغربية يعني قاصحة بزاف. لا 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 أنت تعلمت هاي أنت إذا أحببنا ثقافة ما نبذل المجهود نبذل المجهود لكي نتعلمها نفهمها ننصت أكثر. لا هي مجهود هي رغبة إذا كانت لديك رغبة بأن تتعلم بأن هي يعني مش 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 ليست صعبة. لا المهرجانات يعني مهرجان أسوان وما شابه أنتم عندكم في المغرب مهرجانات كثير يعني كل عام أكثر من 50-60 مهرجان سينمائي وتلفزيوني لماذا لا يوجد ولا توجد في المغرب صناعة سينما يعني تواكب هذه المهرجانات الكثيرة والعديدة؟
لكي تكون هناك صناعة سينما يجب أن يكون هناك منتجون لهذه الصناعة، وبحكم أنه لا يوجد منتجون مستقلون خواص ما زلنا نعتمد على دعم المركز السينمائي. وحتى عندما يتشجع، لأن أنا أفلامي أفلام خنفس ترماد وإطار فارغ هو من دعم خاص، يعني من دعمي الخاص، من إنتاج الخاص، إلا أنك تتحفظ وتتردد 1000 مرة قبل أن تنتج عمل ما. لماذا؟ لأن صالات العرض قليلة، والاحتكار للمركبات، مركبات ميجاراما، مركبات قليلة تعرض العمل، اللي هي دور العرض، دور العرض، مركبات مركبات سينمائية موجودة في الدار البيضاء، فاس، في طنجة ومراكش، يعني فقط. بالمقابل الصالات السينمائية أغلبها أغلقت، لأن لا تتوفر على شروط العرض، وأيضا لأن لم يعد هناك إقبال متزايد كما الأول، أيضا لأن كما تعرف كل الآن منكب على ويستهلك الأفلام من خلال نتفليكس والأمازون، وأيضا من خلال النت، يعني الإنترنت اكتسحت، ولن أقول خربت، وإنما عهد جديد، عهد جديد على حساب السينما، على حساب القاعة السينمائية، ليبقى لتبقى السينما كطقوس وكممارسة تقتصر على محبين وعشاق الذهاب، عشاق طقوس السينما وطقوس مشاهدة السينما في صالة عرض، في بالبوب كورن والشراء تذكرة والجلوس، طقوس تقليدية، وعشاق السينما الذين يريدون ولا يرضون إلا بصالة عرض. بصالة عرض نعم. طيب أنا معلش طولت عليك، لكن في النهاية عايز أعرف يعني مشاريعك المستقبلية إيه، بتفكري في إيه، هتعملي إيه الفترة اللي جاية؟ أنا بصدد الكتابة في أفلام يعني لكندا، والفيلم كندي وفيلم مصري. مصري. مشروع بصدد التحضير له. يعني أنت تكتبيه ولا تشاركي فيه؟ أكتب القصة وأكتب السيناريو، وطبعاً بمعية ممثلين مصريين. ممثلين مصريين وسيناريو وكاتب سيناريو معي مصري لكي يحول من. ممتاز. هل هو يكون إنتاج مصري مغربي إنتاج مشترك؟ إنتاج مصري. مصري فقط ان شاء الله. انتج ان شاء مصري. الله امتى ان شاء الله؟ ما اتحفظ على الموعد اتحفظ، خلي المشروع لما ان شاء الله ان شاء الله يكتمل ويتبلور ان شاء الله نشاهد ونسعد به زي ما سعدنا برؤياك وبمشاهدتك. وانا اسعد. صناعة كرود، شكرا جزيلا لك، واهلا وسهلا بك في اسوان وفي مصر. وانا اسعد، شكرا لك يا عمر، شكرا على الاستضافه. شكرا. متواصلين مع حضراتكم حوارات تاليه في هذه التغطية الخاصة لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة. ابقوا معنا.